بس رجع. أمان اليوم بعد مرور سنوات طويلة على تصريحك حول النجمة اللبنانية إليسا، اليوم جماهير إليسا ما زالهم زعفانين من أماني السويسي، ما حانش الوقت أنك تراضي إليسا وتراضي جمهورها الكبير في الوطن العربي؟ ليه هو شنو اللي صار بيني وبين إليسا؟ صار ولو يعني فما حتى شيء، يعني هو صار خلاف على أغنية حبت هي تاخذها، لكن هي الأغنية حقوقها لي اللي هي وين؟ من قبل يعني هي سمعتها بصوتي متنفذة وحبت تاخذها وحبت توقفها مع روتانا، واللي صار انه يعني الاغنية كملت بطبيعتها، يعني هذا وضع عادي، يعني ما عنديش اي خلاف ولا صار اي تلاصم بيني وبينها ولا صار اي كلمة ما هيش في محلها، بالعكس يعني نكن لها الاحترام وعادي، يعني حبت الأغنية فحبت أنه هي تاخذها، كلنا نحب الأغاني الجميلة وكلنا نسعى أنه يكون عنا أغاني جميلة. وانت تحبي أغاني إليسا؟ طبعا جدا، ونحفظهم زادة. إليسا ذكية جدا، يعني ذكية يعني صوت إحساس حلو وذكاء في الاختيارات. مكتوبة لي